سائل يقول: وصل قوم من السفر وقت صلاة العشاء ودخلوا المسجد وقد فاتتهم الركعة الأولى من صلاة العشاء وهم لم يصلوا المغرب، فصلوا الركعات الثلاث الباقية من صلاة العشاء مع الإمام بنية المغرب، ثم بعد فراغهم صلوا العشاء، هل ذلك جائز؟ نعم هذا جائز وهذا حسن، ما في إشكال. لماذا؟ لأن اختلاف نية الإمام والمأموم لا تضر، لا يضر، هذا واحد. ولأن هؤلاء صلوا ثلاثا وهي صلاة المغرب. قد يقول قائل: هؤلاء جلسوا في أول ركعة تبعا، تصورتم المسألة ولا لا؟ هؤلاء دخلوا مع الإمام في الركعة الثانية من العشاء، متى يجلس الإمام؟ في الركعة الأولى لهم، أليس كذلك؟ طيب، ولم يجلسهم في محل تشهدهم في الركعة الثانية لهم التي هي ثالثة للإمام، نقول لا يضر هذا، هذا لا يضر إطلاقا. أليس الرجل إذا دخل مع الإمام في صلاة الظهر في الركعة الثانية ماذا يكون؟ يتشهد في الركعة الأولى تبعا للإمام، ويترك التشهد في الركعة الثانية تبعا للإمام، لأن الإمام سيقوم إلى الرابعة التي هي ثالثة لهذا الداخل. نعم، إذا جاوبت الإقامة، جاوبت الإقامة، ها؟